تشهد مصلحة الحالة المدنية ببلدية عزازقة في الأيام الأخيرة حالة من الفوضى والغليان الشعبي جراء تدني نوعية الخدمات المقدمة من طرف موظفي شبابيك الحالة المدنية. وضعية تعيش على وقعها البلدية منذ ما يزيد عن 3 أشهر بعد دخول عمال البلدية في إضراب مفتوح على خلفية تجميد أجورهم من طرف رئيس البلدية. نكوني غاسكين فغا الحقوق دو غاني خدامنا كين يقلاني فراد دوبي 3 موا سي دي جون ماريي اسعى الوشول اون دوموندي ديليغاسيون غادي نروح لميسال الانتيريور يا خويا غاتسقي ميدنا كوني اون بري بور نيغاسيون حنا رانا واجدين الحوار نسعى بلاتفورم لا شو لي دروا حقوقنا غادي تفكن 3 موا كينا اخكسن اربيترارمون اذرني خدامني سونكسيوني 14 كير اثنرن اذرني كونتراكتويال كين غاديين اربيترارمون اثنرن الخدمه نسن. سكان عزازقة اعربوا عن مدى استيائهم من عدم تحرك المصالح المعنيه لإيجاد حل لبلديتهم ولعمال غالبيتهم أرباب عائلات ومقبلون على شهر رمضان من دون أجور. دونك كانت تسويق لاي جي دونك أيا كيم ويصفر حالا مزداغ عزوكن ويصفر حالا ثاغي وانت عزوكن ونزميرا نتوالي كذا وكذا خدام قريب في رمضان أيا كيم وتوا خلصنا راه دونك أيا كيم ذو الفطل يقدران ذاكي ذكاع عزوكن أو في إي أو سو دو تو الموند. هذا وقد حاولنا أخذ انطباعات رئيس البلدية إلا أن هذا الأخير رفض التصريح وفضل